السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شباب؟ شلونكم؟ طيبين؟ معكم فايز، جايب لكم اليوم حلقة جديدة من كينغدوم ريبون. بس قبل لا نبدأ يا شباب، لا تنسون اللايك والاشتراك من اللايك، وخلونا نبدأ. أول شيء، فايز لشت بالقائمة الرئيسية إن اللعبة بصراحة خرفت، صار فيها تحديث أمس، تحديث مرة كبير. والحين لما أبدأ، شوفوا لما نبدأ مع بعض، نروح للود جيم آخر تخزينة اللي احنا خزناها، نروح لود جيم. شوفوا تكرش اللعبة، ما أدري ليش، من تحديث اللي نزلوه مرة خرا. شوفوا تكرشت اللعبة شت، فهذا شيء مرة يقهر. فأتوقع لازم نبدأ من جديد. أتوقع حاولت أكثر من مرة، حاولت أحذف شوفوا خلنا نرسلها لهم ونعيد. فحاولت اكثر من مره ان نرجع للتخزينات، حتى كنت برجع بالتخزينات اللي قبل، لكن مو راضي. اللعبه كل ما كنت بعيد ببدا بالتخزينه لود جيم مو راضي، حاولت بكل هذول مو راضي يدخلني اللعبه، بكرش على طول ما ادري ليش، من التحديث الاخير اللي نزلوه. فايش بسوي؟ روح نيو جيم، هل تكرش اللعبه او لا؟ طيب ما راح نغير شيء صح؟ سيت، خلينا نحط عشوائي. اوكي دروب لا اوكي بنحط لا ما قدرت لا نبي نحط ارقام. اوكي ستارت جيم. هنا اوكي، خلي العالم يحمل وبعدين نروح ستارت جيم. اللعبه ما ادري ايش فيها، من جد قهرتني من قبل شوي. احاول اسجل، احاول طلعت حتى من ستيم طلعت، ف يا لازم نسجل من جديد. طيب اصلا يمكن خيره لنا، لان عالمنا بيروح والناس كلهم ماتوا. معليش بتلاحظون صوتي مره اني مره مسكر، تغير شوي. طيب خلونا ندور لنا عالم او منطقه مره رهيبه. ايش هذه؟ اوكي نبي نصير عند هذول صح؟ هل نصير عندهم؟ بس ما عندهم قريب ذا، فاحنا نحتاج في ناس برضو هنا. خلونا نختار نصير بالصحراء. لا ما في اخشاب. فايز فكر زين، ما في اخشاب صح؟ طيب الذهب المشكلة بس عند المنطقة الثلجية، انا ما ابغى تكون عند المنطقة الثلجية، بصير هنا بالنص. يا بصير بالنص مو مشكلة الذهب صح؟ ان شاء الله انه مو مشكلة. ولا هنا، من ودي اصير هنا قريب عند الناس، لكن حديد هنا بعيد والله ما ادري. خلينا نشوف هنا تحت. في ذهب تحت لكن بالثلج، انا ما ادري ليش الذهب دائما يصير بالثلج. المنطقة هذه حلوة، المنطقة هذه مرة حلوة، شكلها حلو بس الموارد اللي فيها مرة مي حلوة. طيب بصراحة ما ادري وين ابدا، فخلونا نبدا بالنص. ببدا بالنص هنا في مكان ما، هنا ما ابغى اروح فوق ولا تحت، ابغى اصير بالنص. فاحتمال اصير هنا صح؟ المنطقة هذه عندنا لونة ما ادري شو هذول لونة. طيب نصير عندهم صح؟ في ذهب هنا، او نصير هنا بالمنطقة هذه نتوسع وناخذ الذهب. هنا فايز وتوسع وتاخذ الذهب في اكثر من خيار. طيب بصير هنا، بصير هنا. لا بصير على البحر. اوكي الف يخرب بيتك، كم معنا احنا؟ غالي مرة ألف، يا باخذها مو مشكلة. هذا المكان حلو، يا ديسكو بس خلونا نبدأ. طيب الموارد اللي احنا بناخذ أكيد إدكت خلاص. أوكي طيب الحين المنطقة هذه لنا، في ناس هنا صح؟ هذه ناس أو هذولا ناس مو لا هذا خشب، صناديق خشب، في شيء ازرق يتحرك هنا تشوفونه؟ ادشوا. طيب يا التاون حقنا بيكون هنا بالنص صح؟ بخليك كذا بالنص صح؟ ولا خلي فوق؟ اوكي بخليه هنا. اوكي هذا التاون حلو. وتسيد نو
رايق الحصول يا يعني يمكن هذا نحتاجه حاليا صح. طيب الناس بعده الحين يقول ما نحتاج حق زياده ثولم، ما نحتاج نحتاج هذا. وات يو لايك يس بيعلمنا هنا. طيب الناس ما عنده بيوت بالبدايه، يب واضح الناس ما عنده بيوت فنحتاج بيوت. هل في بيوت؟ ما في بيوت. أعتقد نحتاج هذا حق الفيشينج علشان على طول يصير عندنا مصدر طعام ونحطه. أنا قالب المبنى شك قالب المبنى صاير فوق. طيب مو مشكلة مو مشكلة مو مشكلة أبدا أبدا. خلنا نحط حق الفيشينج هنا. أوكي أنا قهرني إنك قالبة فما يمديني أكسر، هذا اللي برضه يقهر. طيب إيش عندنا إيش عندنا؟ نحتاج طريق صح، ونحتاج مباني للناس صح صح. أو شيء خلونا نجي هنا نقطع الأشجار هذه كلها، قطع الأشجار هذه كلها، ما أبغى أي شجر هنا بس خلاص. كنسل هذي كنسل، عطني طريق. أوكي وبشبك مع لا 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 مو مهم. أوكي كذا صح يا أخي، هذا مرة يقهر. طيب فايز لف في الكاميرا كذا يصير يصير وضعك تمام. طيب يا خلوا كذا. طيب بتكون في بيوت هنا فوق صح، فبنحط طريق هنا، هذا المستودع بيكون هنا. اوكي تذكر هذا، هذا كله بيكون المستودع. والمباني او البيوت بتكون هنا هنا صح يا هنا هنا. طيب الحين خلونا نجيب، لا كيف كنت اشيل هذا كلتر وتي صح ياب كلتر تي هاوس. احط احط واحد هنا. عطني برضو هاوس ثاني. اثنين كم نحتاج؟ والله ما ادري، خلنا نحط اربعة. اوكي اتوقع اربعة كافي حاليا، اتوقع انه كافي. طيب بيقطعون الاشجار هذه كلها، هذول ما عنده بيوت، انا عارف ما عندكم بيوت لكن انتظروا. صدق بحط طريق هنا. للشكل بس لا اكثر. اوكي حلو بيكون في طريق هنا. يا فيشنج شغال، اتوقع انه شغال. طيب نبي نزود المساحه حقت الستورج، حتى الستورج بتكون هذا كله، بيكون المنطقه هذه كلها ستورج. اوكي الله. يحتاج خشب. طيب مو مشكلة خشب سهل. رجع لي بالله المنطقة كذا عشان يمدينا نشوف الخشب ونقول لهم قطعوا الخشب هذه. يا احنا شكلنا بغابة حاليا، اول كنا مكاننا ثلج، فاتوقع الحين وضعنا ان شاء الله انه تمام. قطع الاشجار. شوردري. طيب ايش نبدا فيه؟ بلدر صح؟ يا خلنا نبدا بهذا افضل. يب افضل. طيب ايرون ما نحتاجه الحين، وهذا ما نحتاجه، فخلوا يقطعون الاشجار اللي عندنا هنا. قطعوا الاشجار هذه كلها، نحتاج خشب زحمة خشب. اوكي فول ستورج فول ستورج، فمعناتها كبر حاليا كذا بس حتى يقطعون الاشجار اللي هنا. طيب خلنا نشوف ايش عندنا بطاقات، اصلا ما عندنا فلوس. يا يعني نحتاج هذا. مشكلة هذا بحطه هنا بالمنطقة هذه. بيكون فكرتي بتكون، لحظة خلنا نشيل هذا، بيكون المباني هنا فوق. هنا المناطق الصناعية والاشياء هذه بنرتبها حلو. عشان يصير شكلها برضو مرتب وزين. طيب الحين سبيك فايز تشتري الأرض هذه. حاليا ما يمدي، حاليا ما يمدي. فخلنا نجيب هذا. بليز كليمدي. أطار. أنا ودي إنه يصير هنا لكن واضح إنه ما يمدي يصير هنا. طيب مو مشكلة، المكان هذا حلو. أوكي، المكان هذا حلو، بيكون المنطقة هذه كلها لنا. حلو؟ طيب في أحد ما عنده بيت؟ يا في ناس ما عندهم بيت. شت يعني نحتاج. لا. هنا جولد
موسيقى كأنها عالية صح؟ والله ما أدري. إذا هي عالية اكتبوا لي تحت. طيب. معنا فلوس ما معنا فلوس، ما راح أفتح البطاقة هذه. تريد ما نحتاج الحين الماركت، ما نحتاج حاليا. نحتاج بس يقطعون الأشجار، نحتاج يقطعون الأشجار في أسرع وقت. يبنون المنطقة هذه. أحتاج حق صيد صح صح عشان أكل. المشكلة ما عندي فلوس. ما عندي فلوس. طيب الايرون سميثي ما نحتاجه حاليا، وهذا برضو ما نحتاجه حاليا. قطعوا قطعوا جميع الاشجار. شلون الستورج هذه قطعوا برضو الاشجار هذه. قطعوا هذول. يا اخي الارض هنا مره احلى، احلى من اللي راح. اظني هل يمديني احط هذا؟ يا كب الستورج شوي. حلو حلو. اوه حق الفواكه المفروض هنا. فايز مكانه خطا. هنا ما في، هنا في فواكه. مو مشكله مو مشكله، راح يزرعهم ان شاء الله. طيب هذول ما خلص بيتهم؟ قال خلاص المفروض تروح العلامه. لا يكون يحتاجون برضو ثاني. اتوقع يحتاجون بيت برضو. صح؟ يا. خلنا نحط اخر واحد هنا. ما يمدي نقطع الاشجار هذه علشان يمدي. شيلوا شيلوا هذه. بحط طريق بس كذا عشان يصير البيت هنا. معليش. طيب حاليا قطعوه صح؟ نحتاج الهاوس يكون هنا. اوكي حلو كفى. طيب فلوسنا لسه، فلوسنا ما عندنا فلوس. اللي يبنون واحد. قلتوا لي فايز زود الضرائب او نقص الضرائب. انا ما ادري شلون نقص الضرائب. كم عندنا؟ عندنا 14 وثمان اطفال. الله. هذا لسه ما خلص. قلت ليش ما عندهم بيوت؟ فهذا لسه ما خلص. في احد يشتغل هنا؟ حلو اثنين يشتغلون. ما عندنا فلوس، ما راح افتح البطاقات هذه لان ما عندنا لسه فلوس. طيب ابغاكم تقطعون اخشاب لان احنا نحتاج زحمه اخشاب، فالاخشاب هذه قطعوها ما نحتاجها. اللي بالمدينه نظفوا المدينه من الاخشاب. اوكي. هلا يعطينا فواكه. شوف يطلع هنا. حلو حلو. طلع لنا 20. اوكي يجمع فواكه. كيف الاكل عندنا؟ اوكي وضعه لا باس لا باس حاليا. هل احط الماركت؟ ابى احطه. خلنا نحطه ليش لا؟ بيكون هنا صح؟ يا مكانه هنا حلو. عشان يمكن نشتري منه اشياء. طيب. فلوس عندنا 100، هل يمدينا نشيل بطاقة؟ مشروم. هذا حق الاوفيس نحتاجه. طيب خلونا ناخذ حق الاوفيس. الهانتر برضو نحتاجه. طيب خلونا اول شيء نحط حق الاوفيس. بيكون هنا. خلف هذا صح؟ مكانه حلو؟ يا حلو. طيب الهانتر في حيوانات كثيرة هنا اشوفها. فمفروض يكون بجنب هذا. صح المفروض يكون هنا فايز. حلو. طيب الستورج فول عندنا، فمعناته نحتاج نزود الستورج عندنا. زود الستورج. شك ما عندنا. زود الستورج. الستورج لازم كبره. اتوقع حتى المساحه هذه باخذها صح؟ اقسمها كذا واخذ المساحه هذه اتوقع. طيب يا حطينا الستورج الحين. يا شوفوا الحيوانات، الحيوانات تمشي عندنا هنا تاكل الاشياء اتوقع. فالهنتر لازم لازم. الله نحتاج بيت. هذا لسه ما خلص. خلنا نعطي الأولوية عشان يسوونه بسرعة. المفروض يخلصونه بسرعة. عندنا السميثي هذا ما نحتاجه حاليا. انا متحسف اني اخذته، متحسف اني اخذته. لوكت ستورج. اوكي طيب لسه هذول ما عندهم بيت، راح يهاجرون الناس اذا صار ما عندهم بيت. شت شت شت. بليز خلصوا بسرعة، بليز خلصوا. طيب هذا خلص صح؟ يا هذا خلص. راح يجيب هذا سكان. طيب البلدر عنده اثنين. فمعناته انه يبنون. هذا خلص، هذا خلص. الحين المفروض البيت. او ما عندنا خشب، اتوقع ما عندنا خشب. اقطع الخشب هذه. اتوقع ان مشكلتنا ما عندنا خشب.
هذه حلوة، ما راح اقطعها، منظرها مرة حلو. ايش تسوي انت على الشاطئ؟ يا منظرها مرة رهيب. طيب خلوا يقطعوا لنا الخشاب. حلو. عندنا فلوس ما عندنا فلوس، ما راح افتح البطاقات حتى يصير عندنا فلوس. يا وضعنا مرة تمام. انا ما ادري ليش ما هو قادرين يبنون البيت هذا. طيب 20 من 20 الخشب اللي فيه، ليش مو ليكم مكانه خطأ؟ فايز اتوقع مكانه طيب. تدري شلون؟ لحظة بهدى. يا حتى هذا شوفه صاير قلتش هنا واقف. طيب لازم نبني منطقة جديدة او احط بيت هنا. لا لازم طيب بيكون في طريق هنا. اوكي لا ما راح يكفي كذا، اتوقع كذا كافي صح. اوكي ما ادري ايش صار. عطنا برضو كذا. اوكي كذا ايش هذا؟ متى جاني هذا؟ ما شريته انا حق احصائيات والله ما ادري. طيب عطني مبنى بيكون في واحد. لحظة شيل هذه عني عشان اشوف. بيكون في واحد هنا مع اني كبرت المنطقة، لكن يا مو مشكلة. يا خلنا نحط واحد هنا. صدق بحط اثنين. اوكي وثاني هنا. حلو. المفروض يبنونه هذا. خلص حقت ستورج فل. طيب تريد ما راح نسوي تريد حاليا. فنحتاج حق ستورج، مرة ستورج نحتاج زحمة. لحظة خليني يمديني ياخذ المنطقة هذي كلها؟ لا خلينا ناخذ له هنا. حلو. يا لازم كبرة بأسرع وقت لازم. طيب خلينا يبنون هذي. هذا ما ادري متى جاني حق الاحصائيات، لكن مو مشكلة خلونا نحطه. هل يمدي يجي هنا؟ يا خله هنا. ما له سنة حاليا، بس عشان يعلمك احصائيات المدينة وكذا. طيب هذا بيخلصونا الحين وبيصير عنده اوكي 16 ناس. ممتاز. اوكي حلو خلص. في احد ما عنده بيت؟ يا في شت. اتوقع احتاج اكثر من انا خايف اكثر البيوت يصير لا حلو تصير هنا يعني كأنه حوش لهم ورا. طيب تريد ما راح نسوي تريد قلت. طيب معنا فلوس ما معنا فلوس؟ اتوقع يكفن 64 يكفن. فيشنج انتر لا يا هذا نحتاجه. يا نحتاج حق الخنازير. طيب حق الخنازير بيكون المنطقة هذه صح؟ اوه ماي جاد. اوكي لا هذا بدري عليه، بدري مرة كبير. لازم اشتري المنطقة هذه. عشان نشتريها نحتاج 109 من الفود. طيب دقيقة، هل اشتري المنطقة هذه او هذه؟ منطقية تاخذ هذه علشان تروح للفحم، بس هذه عشان توسع. فا ايش رايك؟ يا باخذ هذه. اوكي. show your house and upgrade lock. اوكي. يمدينا نطور هذا حق البيوت، ما يمدينا نختاره، هم يطورون من نفسهم. طيب ليفل واحد. طيب يمدينا نطوره ليفل 2 بس حاليا ما راح اطوره. طيب باخذ المنطقة هذه برضه. فحم كروست ايرون. احتاج اتوقع فحم صح، حاليا نحتاج فحم. انا بعدين بنشتغل على الفحم لازم. بعد فايز خذ هذه، معنا فلوس معنا اكل. يا معنا اكل. يا كذا توسع. حلو علشان لسه في ناس ما عنده بيوت. لا اعطني هذا لسه ما خلص. طيب مو مشكلة حط واحد، الناس بادي تزيد عندنا فهذا مرة ممتاز. والحين بادي يجي الشتاء، هذا لسه ما خلصوه. انلوك فورس وركشوب. يا خلنا نشري ب80. اوكي طيب ما راح افتح هذه حاليا، بحط طريق هنا. اوكي بيكون في طريق
مكان لا هنا. اوكي وهنا بيكون منطقة خنازير، او خليها بالمنطقة هذه. هذا بقى يجي من خلف هذول على طول كذا. ايوه اوكي خلنا نشوف. لا كنسل لي هذه ار يا هنا مكانه حلو صح. اوكي بحطها هنا بس احتاج اوصل طريق صح. احتاج اوصل طريق مثلا لهنا. اوكي اوكي بيكون عندنا انتاج اكل مره كثير مره كثير. الله جاء الشتاء ما يمدينا غير. طيب ايش عندنا ايش عندنا؟ ايرس لسه كل لسه ما جينا حد الكول. عندنا فلوس عندنا فلوس شوي لكن مو كثير. ايش عندنا فائض؟ والله ما عندنا شيء فائض ابدا ابدا. هل خلنا نشوف خلنا نشوف يمكن في شيء نستفيد منه. ماينر كور يا هذا احتاجه. هذا ما احتاجه. احتاج هذا. هذا ياخذ الخشب ويحوله الى فحم. لا ابغى حق الفحم لانه راح نقرب عند الفحم. لكن 100 يا لازم اخذه. كنسل كنسل. Would you like to buy personal? ما عندنا فلوس ما عندنا فلوس. اوكي ادري ما عندي فلوس. طيب حاليا وضعنا ما زال سليم ما زال ابدا ابدا سليم. شلون ابدا ابدا سليم؟ ابدا ابدا سليم. المهم انا انتظر هذه يروح الشتاء. خلنا نسرع اللعبه. خلونا نسرع اللعبه شوي. حتى يروح عن الشتاء وضع الناس سليم كله عنده بيوت. يا كله عنده بيوت. لازم نطور لنا بيت. خلونا نبدا بهنا نطور هذا. اول ما يعلموا ما يطلعوا لنا كذا خطوط صح؟ اتوقع من التحديث الجديد. يحتاج ستون 20. اوكي طورنا اتوقع. اوت سيف اوكي قلت صار. طيب شتاء مره طويل مره طويل. اوكي خلصوا حق خنزير ف مره طويل. طيب خلونا نزود الستورج. نحتاج نزود الستورج لان اهم شيء هو الستورج. اوكي راح الشتاء فخلنا نهدي شوي اللعب. نزود الستورج. الستورج مره مهم. يا باخذ المنطقه هذه لازم اخذها. طيب خلونا نشوف الحين حق الفحم لسه بالمنطقة هذه. اوه هذه مرة كبيرة المنطقة. ده جميع فود. اوكي طيب مرة كبيرة المنطقة هذه بس لازم ناخذها لازم. اوه الفود عندنا بدا يخلص. لا لا راح يصير انتاجه مرة تمام ان شاء الله راح يصير تمام لان في ناس يشتغل. يا في احد يشتغل. المفروض ازود انتاجه حاليا. اذا جتني البطاقة حق تزويد الانتاج راح ازود انتاجه. يا لازم نزود الانتاج باسرع وقت لكن ما عندي فلوس. هل في بطاقة تزويد الانتاج؟ هذا مرة مهم حق الفورست. ولا ناخذ حق والله ما ادري لكن 140 مرة غالي. يا لازم اخذه لازم ناخذه. طيب وبرضه بيكون مكانه. عطنا لا تعيد انا جبت العيد دقيقة كذا صح. يا بيكون مكانه هنا او ورا هنا مفروضا بياخذ المنطقة هذه. ابغى المنطقة. ما عندنا اكل ما عندنا اكل بدا يخلص لك. او خليه هنا المفروض فايز يكون ورا الغابة هنا. يعني المفروض يكون يعني هنا. او خلي فوق والله ما ادري. او يكون هنا هنا ما يجي ان هذه المنطقه مش لنا مش لنا. طيب بحطه هنا فوق هنا. اوكي راح نشتري المنطقه هذه صح. يا بخليه هنا بس قبل خلونا نوصل له طريق. ابغى طريق محترم طريق محترم لو سمحت. اوكي كذا بيكون الطريق حلو. يا كذا حلو. طيب هل نحتاج نحط هل نحط بيت هنا؟
بس بشوف المنطقة هذه هل يمديني أحط أو لا. بليز قل يمدي. شت ما يمديني أحط هنا، بس مو مشكلة مو مشكلة، حاليا ما نحتاج بيت صح؟ يا توفر فال. اوه يقول مرة بعيد عن البيوت، ايش اللي مرة بعيد؟ اوه الأكل. طيب الأكل عندنا احنا مشكلة في الأكل، فمعناتها لا ما فتحت المزارع لسه ما فتحت صح؟ يا ما فتحت. طيب لازم نسرع اللعبة، لازم نمشي، لازم نحتاج خشب، نحتاج خشب. قطعوا الخشب هذا، قطعوا. هذه خلصنا، عطنا هذه اشتغل عليه. 140 لا ثانك يو يا اخي، ما نبغى، انتظر. نحتاج مشروب، مزرعة المشروب صح؟ يا احتاج مزرعة المشروب، فمزرعة المشروب بتكون لازم نرجع زينا اول وافضل برضو، تكون هنا. يا بحطها هنا، حطها هنا. طيب معليش معليش، انا حلقي مريض. حلقك مريض مواد. طيب عندنا فلوس تقريبا، خلينا نشوف ايش فيه. مشروم ما نحتاج، طين ما نحتاج، سمك عشان نزود الانتاج صح؟ او انتظر شوي، يا باخذ السمك عشان بس نزود الانتاج حقنا شوي. خلنا نحط هنا عشان ما يصير هنا صح؟ منطقي هنا. لا هنا 84%. لا ابغى 84 هنا. هلا هنا. يا في طريق. البيت هذا بينصرعون من ريحة السمك، 24 ساعة عنده ريحة سمك. طيب. الستورج، الستورج شبه فاضي، فما علينا خوف من الستورج. الخشب هذا يعطينا خشب حلو. هذا ميزة انه يقطع الخشب ويزرع بنفس الوقت، فمرة مفيد هذا. بيكون عندنا انتاج الخشب، لكن حاليا انتاجنا الخشب مرة زبالة. صدق هذا المفروض انقله حق الفواكه، لان المكان هنا مرة خطأ. طلع لي الاشجار اللي فيه فواكه، اوكي. يا المفروض هنا يصير. طيب ما هو مشكلة، ما راح اشيله، خله يقعد. باخذ ثاني ونحطه هنا، اوكي؟ عندنا فلوس؟ لا لسه ما عندنا فلوس. طيب مو مشكلة مو مشكلة، راح يتعدل وضعنا ان شاء الله. نحتاج خشب، نحتاج خشب. قطع خشب بسرعة. نقطع الخشب هذا بسرعة، حنا انه مرة بطيء. قطع الخشب هذا. اوكي. اوكي بدأ يتعدل وضعنا، بدأ يتعدل، بس نبغى المنطقة هذه. يمدينا اشتريها الحين. هلا اشتريها. لحظة قبل نشتريها، كم عندنا اكل؟ يا الاكل مرة قليل. خلونا ننتظر شوي على بال ما يتعدل وضع الاكل عندنا، بعدين نشتريها ان شاء الله. راح يتعدل لما يستوي حق السمك هذا، بيتعدل الوضع ان شاء الله. طيب حلو، خلص حق السمك، ممتاز. هل في احد يشتغل فيه؟ يا في اثنين يشتغلون فيه. حلو حلو حلو. اوكي 24 عندنا سكان، ممتاز ان شاء الله، هذه بداية ممتازة. هذه زود انتاج الفيش. طيب هذا اركبها هنا، بشوف لو اركبها مثلا هنا تركب ما تركب. طيب عندنا فلوس. معليش عندنا فلوس. تاون، يا لازم نشتري التاون عشان الناس تنبسط صح؟ 100. ولا نشري حظيرة خنازير ثانية. حق الفواكه، فايدة كنت باخذ حق. طيب سوري. طيب ما نحتاج شيء اتوقع، يمكن لا ما نحتاج شيء حاليا. كنسل. طيب ابغى هذا وبحطه هنا. جا
جنب حق فايز ما يصلح بجنب هذا. لا يصلح ما تخافون، لان هذا يقطع على الشجار، بس هذا 30 خشبة، هذا ياخذ الفواكه من على الشجار، فاتوقع مكانه كذا تمام. طيب احنا طورنا هذا صح؟ المفروض انه تمام. طيب خلنا نطوره، عندنا ستون، عندنا ستون، خلنا نطوره. ابجريد ستون، يمدينا نطور ستون؟ يا يمدينا 200، بس حاليا ما معنا فلوس لسه. خلنا نشوف ايش عندنا تريد. مشكلة ما عندنا أي شيء يمدينا نبيعه، لأن كل شيء نحتاجه. يا ما راح أبيعك شيء. سوري ما راح أبيعك شيء. طيب، الحين وقت الانتظار، فقط ننتظر الناس أو المدينة. أوكي 24 أنا مرة مبسوط. مرة مبسوط. معنا فلوس يا معنا فلوس، أكلنا بدأ يزيد حلو حلو، لأن حطينا 2 حق السمك فوضعنا مرة تمام. طيب خلينا نشوف ايش في بطاقات. هل اشتري هانتر ثاني او مشروم؟ 70 شد، ما نحتاج هذه، اسوي فخار وما الفخار بالطين، فما احتاجه حاليا اتوقع. يا ما له اي فايده، نحتاج احنا اكل حاليا، بس نحتاج اكل. ايش ناخذ؟ ما راح اخذ شيء، بنتظر. وضعنا تمام، يزيد الاكل عندنا، المفروض يزيد، فوضعنا جدا تمام. فهو في ناس الحين صار عندهم او ما عندهم بيوت، فمعناتها الحين وقت انك تحط بيوت. شيل هذه عني عشان اشوف. بحطهم هنا. اوكي بحط 2. اوكي يا كذا تمام. طيب ايش عندنا نسوي حاليا؟ ايش عندنا؟ هذه ليش ما اقدر استخدمها؟ يقول تقدر تحط تستخدمها تزيد انتاج السمك 10% اذا صار عندك 2 فيشنج كلور. عندنا 2 بس ليش ما استخدم؟ والله ما ادري. قطع على التاون. طيب فمعناته وين التاون حقنا؟ هنا. خلنا نحطها. يا زود انتاج الاكل عندنا او السمك. حلو. طيب سعر هذا حطينا واحد هنا، ليش يعطونا الثاني؟ ما ادري، احنا عندنا زيه، فكيف اكسر البطاقه هذه؟ عندنا واحد هنا ما ادري ليش، فيحطون البطاقات احيانا 2 شيء مره يقهر. طيب حاليا وقت ان نشري المنطقة هذه. كم عندنا اكل؟ عندنا 300. اوكي بير باور، يا خلنا نشريها عشان الناس ما راح نشري، يمدينا نحطها باي مكان. طيب الحين نشري منطقة الفحم بالسرعة هذه. يا نشريها. اوكي شريتها بالاكل، فيا المفروض ما اشريها بالاكل، لكن الاكل عندنا مرة ممتاز. طيب الحين المفروض عندنا انتاج فحم بيكون هنا مره خرافي، يعني اذا جبنا هذا معناته. بس وين المكان اللي يكون فيه؟ على الجبل صح؟ منطقيا على الجبل، يعني بخليه هنا، خليه هنا ولا داخل شوي؟ لا بخليه هنا. اوكي لكن مشكلة مرة جاء هذا الشتاء مرة يقهر، تصير الدنيا كلها بيضة. اوكي ماني شايف الطريق، فان شاء الله الطريق صح كذا، ان شاء الله صح. اتوقع صح ان شاء الله. لا فايزة حطيت خط الطريق، هذا نهاية العالم شت. طيب مو مشكلة، نجينا نجيب هذا كذا ونوصله كذا. يا حلو. طيب المنطقة هذه بكم؟ بدنا نشريها، لكن حاليا ما راح اشريها. طيب يا شباب بني الحلقة هنا، إذا عجبتكم الحلقة هذه وعندكم اقتراحات ستورج تو فار. طيب المفروض نحط له ستورج هنا قريب. إذا عندكم اقتراحات اكتبوها لي، اكتبوا فايز سو كذا، فعلشان أقرأ اقتراحاتكم ونسويها إن شاء الله مع بعض. نحط له ستورج هنا عشان ما يزعجونا.
بس، وإن شاء الله أشوفكم في حلقات جاية. كان معكم فايز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.